أكدت عائلة الخلاق وقوفها صفا واحدا خلف قيادة جلالة الملك المفدى، مشددين على رفضهم التام لتدخلات النظام القطري، وذلك بعدما بثته قناة الجزيرة القطرية من افتراءات كاذبة. أوضحت أن ما فعلته قطر لن يزيد أبناء شعب البحرين إلا قوة وصلابة، كما بعد أو يعد تأكيدا على أن النظام القطري المارق لا يضمر إلا الكراهية والحقد لأبناء وأرض مملكة البحرين الغالية.